هذا سبع بين الزرع شاهد تسع أفاعي صاد ثلاث هربت ست بعد طول صراعي. أصدقائي، ما هو ناتج سبعة ضرب تسعة أو تسعة ضرب سبعة؟ تعالوا لنشبه سبعة بسبع يعني أسد، وتسعة بأفاع تسعة. هيا لنغني. هذا سبع بين الزرع شاهد تسعة أفاعي صاد ثلاث هربت ست ثلاثا وستين. أصدقائي، تذكروا أن سبعة ضرب تسعة أو تسعة ضرب سبعة يساوي ثلاثا وستين. هذا سبع